بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاه واتم تسليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي التعليم المستمر واهلا وسهلا بكم في درس جديد ولقاء جديد من دروس ماده لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث درسنا اليوم بمشيئة الله سيكون بعنوان: الرسم الكتابي رسم الحرفين قاف وياء بخط النسخ، إذا أحبتي كما هو ظاهر على الشاشة أمامكم سنرسم بمشيئة الله اليوم الحرفين قاف وياء بخط النسخ، بسم الله نبدأ الأهداف أولا: تعرف قواعد كتابة الحروف بخط النسخ محاكاة النموذج بطريقة صحيحة. استشعار أهمية الخط العربي. أحبتي بارك الله فيكم نحضر الكتاب ونفتح على الصفحة الظاهرة على الشاشة أمامكم. الصفحة المطلوبة صفحة 313. هيا بنا أحبتي. عندما ننتقل أحبتي إلى الصفحة المطلوبة. يظهر لدينا هذه الصفحه الرسم الكتابي رسم الحرفين قاف ياء بخط النسخ كما تعلمون يا احبتي كما اخذنا سابقا الخط،, الخط العربي له عده انواع اشهرها وابرزها خط النسخ سنتعرف يا احبتي في هذا اليوم على كيفيه كتابه الحرفين قاف ياء بخط النسخ طبعا لحرف القاف وحرف الياء أشكال متعددة سنتعرف عليها بمشيئة الله هذا اليوم. جهزوا أقلامكم ولاحظوا أولاً أقرأوا وألاحظوا كتابة الحروف الملونة. الآن سنقرأ ونريد أن نلاحظ كيف كتبت الحروف الملونة. لما أنهيت در درسي وبدا علي التعب التقيت رفاقي ولعبنا حتى نتسلى باللعب. لاحظوا يا أحبتي كيف كتب كيف كتبت الحروف الملونة؟ أنهيت هنا حرف الياء في أثناء الكلمة كيف كتب؟ وعندما أتى حرف الياء في آخر الكلمة كما في كلمة درسي أو في كلمة علي كيف كتب؟ ما موضعه من من الكلمة في آخرها؟ كيف كتب؟ ما موضعه من السطر؟ نزل أسفل السطر أحسنتم لاحظوا بارك الله فيكم حرف القاف عندما اتى في اثناء الكلمة في كلمة التقيت وكذلك يا احبتي مرة أخرى في اثناء الكلمة في كلمة رفاقي كيف كتب هنا بشكل أخر لماذا كتب بهذا الشكل أحسنتم لانه لم يتصل بالحرف الذي قبله فكتب مرتفعا عن السطر قليل وكذلك يا احبتي في كلمة حتى ونتسلى هذا هو شكل حرف الياء نفس الجسم ولكن هنا صوت الألف التي على شكل ياء حتى نتسلى والآن يا أحبتي بعد أن لاحظنا كيفية كتابة الحروف الملونة هيا بنا يا أحبتي ننتقل إلى الظاهر على الشاشة أمامكم ولاحظوا طريقة رسم الحروف تبعا لاتجاه السهم لاحظنا قبل قليل كيف رسمت الحروف ولكن هنا سنلاحظ كيفية اتجاه الحرف من أين يبدأ وإلى أين وإلى أين و... ينتهي نلاحظ يا حبيبتي حرف القاف عندما يكون منفصلا في اخر الكلمه يكتب بهذا الشكل، لاحظوا دائرة الحرف تكون مرتفعة عن السطر قليلا، ثم ننزل اسفل السطر ثم نرتفع، البداية تكون من هنا والنهاية تكون هنا، ثم نرسم النقطتين في الاعلى. أما إذا كان في أول الكلمة أو في أثناء الكلمة منفصلا عما قبله، كما في كلمة رفاقي قبل قليل فدائرة الحرف تكون قليلا مرتفعه عن السطر كما لاحظنا هنا، ثم ننزل الى السطر ثم نستقيم ونسير على السطر تماما، وكذلك نرسم النقطتين. أما إذا كان متصلا بما قبله في أثناء الكلمة فخط قبله متصل بالسطر تماما، ثم دائرة ثم نستمر في كتابة أو في رسم الحرف، وكذلك لا ننسى لا ننسى النقطتين. أما يا أحبتي في نهاية الكلمة متصلا بما قبله نلاحظ أن دائرة الحرف تكون متصلة بالسطر تماما ثم ننزل ثم نصعد ونرسم النقطتين أما يا أحبتي حرف الياء فعندما يكون في نهاية الكلمة منفصلا عما قبله نلاحظ كيف يكتب نبدأ من هنا من أعلى السطر نحظر ارتفاع عن السطر ثم ننحني إلى اليسار ثم نعود للانحناء إلى اليمين ثم عندما نصل إلى السطر ننزل قليلا ثم نصعد ونرسم النقطتين في الأسفل، أما إذا كان في أول الكلمة فيرسم بهذا الشكل السهل كما لاحظنا في حرف باء وتاء وثاء سابقا نفس الجسم ولكن مكان النقط يختلف، أما إذا كان في أثناء الكلمة متصلا بما قبله فإنه يكتب بهذا الشكل تماما. وأما إذا كان في نهاية الكلمة فإن حرف الياء وجسمه ينزل اسفل السطر ثم يعود الى السطر مجددا ولا ننسى رسم النقطتين. يتكون يا احبتي الحرف قاف من خطوتين عند رسمه، اولا رأس الواو كاننا نرسم واو او دائرة الحرف ثم حرف نون. لاحظوا بارك الله فيكم، كاننا خطوتين، الخطوة الاولى دائرة ثم حرف نون. والنقطتان. أما يا أحبتي يتكون حرف الياء من ثلاث خطوات قوس ينزل إلى اليسار ثم يميل يمينا ثم جسم يشبه النون تقريبا بهذا الشكل. أحبتي بارك الله فيكم لاحظنا كيف كتب الحرفان هنا حرف القاف وحرف الياء وكم عدد الخطوات والحركات التي نطبقها في عند رسم كل حرف. فهنا دائرة ثم حرف نون هنا كذلك قوس على اليمين ثم قوس وانحناء يعود إلى اليمين قوس على اليسار ثم انحناء إلى اليمين ثم رسم حرف يشبه حرف النون تقريبا والنقطتان في الأسفل ننتقل بارك الله فيكم الآن للتحبير والرسم أحبتي بارك الله فيكم لدينا جدول جد جدولان الجدول الذي على اليمين أريد منكم بارك الله فيكم أن نبدأ من الرقم واحد في الأسفل ثم نصعد إلى الأعلى نبدأ يا أحبتي بكل حرف على حدة كل عمود على حدة من الأسفل إلى الأعلى فلدينا على اليمين أقصى اليمين لدينا حرف القاف في آخر الكلمة منفصلا عن ما قبله نبدأ برسمه يا أحبتي ثم ننتقل إلى العمود التالي على اليسار ثم على اليسار ثم على اليسار نبدأ من الأسفل إلى الأعلى هيا يا أحبتي أعطيكم دقيقة لرسم هذا الجدول احبتي بارك الله فيكم اذا كما هو ظاهر على الشاشه امامكم بدانا من حرف القاف في الاسفل ثم صعدنا الى الاعلى كتبناه بهذه الطريقه نلاحظ مهم جدا يا احبتي ان نرسم الحرف كما هو ظاهر امامنا على الشاشه من حيث موقعه على السطر ثم بهذا الشكل متصل بما قبله في اثناء الكلمه ثم حرف الياء يا احبتي وحرف الياء متصلا بما قبله في اثناء الكلمه الآن يا أحبتي ننتقل إلى الجدول الذي على اليسار المطلوب هنا رسم الحرف كما لاحظتم على, على اليمين كنا نسير فوق خط الرمادي على اليسار هنا نريد أن نرسم الحرف كما تعلمنا يا أحبتي نبدأ من الأسفل إلى الأعلى كل عمود على حدة اليمين ثم اليسار ثم اليسار ثم اليسار هيا يا أحبتي نبدأ بالكتابة لمدة دقيقة ثم نعود أحبتي بارك الله فيكم كما هو ظاهر على الشاشة أمامكم انتهينا من رسم كافة الحروف ومن لم ينتهي يا أحبتي فلا حاجة للعجلة خذ وقتك فأنت بحاجة إلى المزيد من الوقت عند الرسم والكتابة يحتاج إلى الإتقان والتؤدة وعدم الاستعجال شكرا لكم يا أحبتي وصلنا إلى نهاية درسنا ألتقاكم بمشيئة الله في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله